نعم، أحد المعالم في الكويت، المباني المميزة ويعرف بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي باسم دار الأوبرا الكويتي، وهو مركز ثقافي بارز يوفر مساحة عامة متعددة التخصصات، ويقدم هذا المركز زخما فنيا وثقافيا على مستوى كل الأنشطة لكل جيل وكل شريحة في المجتمع. وللتعرف على هذا الصرح المعماري الجميل والأنشطة المقامة فيه، سعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذة نور هويدي الهويدي، قسم التشغيل في مركز جابر الأحمد الثقافي، والمهندسة إيمان غسان الحجي، مهندسة صناعية بقسم الصيانة والخدمات بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، والمهندسة أماني الأحمد، مهندس صوت في مركز جابر الأحمد. حياكم الله جميعا، صباح الخير. نورينا واحنا سعداء في استضافتكم بوجود هذه الطاقات الشابة اليوم اللي قاعد تشتغل في هذا المعلم والمركز السياحي اللي كل الناس وكل العالم تحكي في تصميمه وتتكلم عن يعني هذا الفن والزخرفة الجميلة اللي فيه. نبدي معك مهندسة دكتورة أستاذة كل شيء. لا دكتورة. دكتورة. باقي لها شهرين. دكتورة. إن شاء الله. نور الهويدي. نعم. كلمينا في البداية عن فكرة إنشاء هذا المركز اللي تم افتتاحه في عام 2016 وشهد يعني مثل ما نقول تغطية إعلامية كبيرة وحدث كبير في الكويت. في البداية أبي أشكركم وأشكر تلفزيون الكويت على هذه الاستضافة وتحديدا في برنامج صباح الخير يا كويت. مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أنشئ لأهداف ثقافية معرفية، طبعا كان جزء من توجيهات القيادة الرشيدة، رغبة الشيخ صباح رحمة الله عليه الأمير الراحل طيب الله ثراه في أن يكون هذا المركز على أرض الواقع، فهني صارت في معادلة سحرية للنجاح، إن إحنا نبي مركز ثقافي بندفع بالكويت نحو عصر حديث وعصر جديد ويحمل اسم شخص خالد في قلوب الكويتيين، فصار في يعني هذا الكيان الجميل اللي كلكم تشوفونه موجود بيحمل اسم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. المبنى عندنا يحتوي على 4 مباني، مبنى المسارح ومبنى المؤتمرات ومبنى الموسيقى ومركز للوثائق. طبعا التصميم الجميل اللي تشوفونه صار في دمج ما بين مدرستين، الثقافية الإسلامية وأصالتها والموجة الحديثة العصرية اللي الكل يتمناها أن تكون موجودة. فتشوفون المبنى الأربع المباني الموجودة كأنها شكل جواهر تزين وتضيء شاطئ الخليج العربي. صح، وشيء ما شفنا مثله. خذت جوائز كثيره صح ولا لا؟ المركز احنا خذ جوائز الفعاليات، ولكن تحديدا احدى المراكز التابعه اللي هو عبد الله السالم حصل على جوائز. صح نعم، كذلك تصميم المبنى يعني مركز الشيخ جابر حصل على ايضا بعض الجوائز، فيعني ودنا نكلم ايضا مهندسه ايمان. مهندسه ايمان، لو تكلمينا عن المسارح ومساحتها في المركز. بالنسبة للمسارح مثل ما تفضلت زميلتي نور، المبنى المركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يتكون من 4 مباني. المبنى الأول مبنى المسرح يتكون من 3 مسارح، المسرح الأول اللي هو مسرح الوطني وأكبر مسرح عندنا في المركز، بطاقة استيعابية توصل ل 1700 مقعد على 3 مستويات، ويحتوي على منصة أميرية، وهو المسرح الوحيد عندنا اللي يحتوي على منصة أميرية. هذا المسرح صمم بأنه يستقبل العروض العالمية، العروض المسرحية، الحفلات الموسيقية الأوبرالية والمؤتمرات الكبيرة. عندنا تصميم خشبة المسرح تصميم مرن جدا وذو تقنية عالية. نعم. بحيث أن احنا نقدر نتحكم في عرض المسرح وارتفاعه على حسب العرض نفسه، ونقدر أن احنا نرفع مستوى مقدمة المسرح ونخفضه على حسب هم احتياج الفعالية نفسها. يا سلام، وهذا المسرح أعتقد نفسه اللي مثل فيه الراحل عبد الحسين عبد الرضا الفنان الكبير طيب الله ثراه، يعني عدل الوطني. هذا اللي كان في المشهد التاريخي اللي صار المسرح الوطني. صح. نعم المسرح الوطني. عندنا بعد مسرحين ثاني اثنين موجودين بعد في مبنى المسرح، مسرح للدراما ومسرح الاستديو. مسرح للدراما يحتوي على 600 مقعد، اكثر من 600 مقعد بنفس نفس التصميم المرن اللي موجود لخشبة المسرح في المسرح الوطني، متواجد ايضا في مسرح الدراما، وهو مصمم للعروض المسرحية والحفلات الموسيقية ايضا. وعندنا مسرح الاستديو يستخدم عادة كقاعة للتدريب. نعم، في حال اخفينا مدرجات. صح. المقاعد اسفل القاعة نقدر نستخدمها كقاعة للتدريب. يا سلام، يعني المسارح كلها تكنولوجيا
مجانية وتقدر تتحكمين نعم. فيها بكل شيء عدل صح رحت حضرت هناك افتريت على المسارح كلها لا مسارح عندي جايب خبره بالفعاليات عندنا بعد مبنى ثاني في متواجد في مبنى الموسيقى متواجد فيه قاعتين ثانيين اللي هي قاعه الشيخ جابر العالي الصباح الموسيقيه وهي قاعه مجهزه للحفلات الموسيقيه اللي تكون من غير ميكروفون تحتوي على انا بتكلم هني بعدين مع الصوت ان شاء الله اماني راح اتكلم عن هالموضوع وفي مسرح دائري عندكم القاعه المستديره هي تصميمها دائري على شكل مضلع سوداني طاقة استيعابية تصل ل 360 مقعد نسوي فيها القاعة الفعاليات أو الأمسيات الأدبية الحوارية وهم ممكن نقدم فيها الأمسيات الموسيقية اللي يكون فيها مؤدي واحد أو عدد قليل من المؤدين يا سلام ومبنى المؤتمرات نقدم فيه الفعاليات الثقافية أكثر عندنا قاعة متعددة الأغراض بطاقة استيعابية لأكثر من 400 مقعد ممكن هم نخفي هذه المقاعد أسفل القاعة ونستخدمها كقاعة مسطحة حفلات العشاء وهي القاعة الوحيدة عندنا اللي توفر مثل هذه الخدمات سلام. وقاعة السينما لأكثر من 350 مقعد وعندنا مركز الوثائق يحتوي على قاعة متعددة الأغراض وآخر مسرح عندنا هو المسرح الخارجي المكشوف لأكثر من 200 زائر وايد, وايد وايد متطور وايد كشخة وايد حلو وايد يعني نفتخر فيه في الكويت للأمانة كمعلم سياحي ومعلم يعني يبرز الهوية الكويتية والمدنية والحضارة أمانة ودي أماني ودي أتكلم عن أيضا الصوت والإضاءة والتكنولوجيا اللي موجودة داخل جميع مسارح وقاعات مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي مجهزة بأحدث تقنيات السمعية والبصرية الحديثة تحت إشراف واحدة من أفضل الشركات العالمية لأنظمة الصوت والإضاءة أيضا مسرح جابر على سبيل المثال مسرح الشيخ جابر العلي مجهز بطريقة أنه ما نستخدم فيها الميكروفون للمغنيين أو الآلات الموسيقية شلون صدى يعني بالضبط ترددات بالضبط الصوت يسري خلال المسرح ويرجع للجمهور بطريقة واضحة جدا يعني فعاليات كثيرة ما نستخدم فيها ميكروفون يا سلام يعني مجرد ما واحد يوقف في نقطة معينة ويتكلم أنت بس تصفق راح تحس راح يوصل الصوت هذه كنا شفتها مسرح روماني شيء كذي قديم صح يصير هو لأن فيها ألواح صوتية ذهبية هي اللي تعكس الصوت تعكس الصوت هي اللي تخلي ترددات الصوت تروح وترجع 1600 لوح ذهبي يعكس الصوت تقريبا بدون كهرباء بدون شيء بدون كهرباء بدون شيء والله تمام بس وهذه عند يعني اغلب المسارح هي تعتمد على كلها لا انت قصدك ان تقنيه الصوت هذه بس في مسرح جابر العلي نعم شيء مميز اما باقي المسارح كلها مجهزه بافضل التقنيات انا اول مره ترى اسمع المعلومه هذه ما نعرف مركز جابر الا المطاعم حياكم الله النافوره بس حياكم الله النافوره كل شوي انت عندك شغل حياكم الله باي وقت نسوي لكم تور وتشوفون كل المسارح ان شاء الله بالفعل يعني الناس تستمتع دائما في الاجواء الخارجيه اللي انا انسى هذا القسم ما ادري تبع اي اداره لكن يعني صح تبع المطاعم تبع المركز اكيد اكيد والحديقه والحديقه جميله جدا العلم عدل اللي موجوده داخل صح كلها من ضمن ادارته ايوه لا ننسى انه كان في احتفال العيد الوطني ايضا صح عدل فتقام ايضا في المناسبات السنويه انت تبي تسال ولا انا اللي بسالك السؤال لا كيفك قول انت عندي وايد اسئله انا بسال زين دكتور انا قاعد اتكلم يعني الحين الصيف اشوف انه هدوء ركود بعد الصيف شنو اللي راح يكون؟ احنا يعني تونا مخلصين اخر حفله كانت عندنا اللي هي كلثوميات وبصراحه يعني الجمهور الكويتي بدع الكل مستغرب الفئات العمريه الناس اللي يو حجزوا وشاركوا في هذه الامسيه فاقت توقعاتنا كانت سولد اوت والشباب فئه الشباب حتى المطربه وحتى الناس الفرقه الموسيقيه استغربوا من رده فعل الجمهور الكويتي فلازلنا نكرر ونقول دائما نراهن على الجمهور الكويتي فعلا مختلف احنا الحين ان شاء الله موسمنا القادم من شهر 9 الى ديسمبر راح تكون في عروض عالميه ومسرحيه ثقافيه ان شاء الله في منها راح يكون خارجيه
ومنها راح يكون خاص أوركسترا المركز. يا سلام. فإن شاء الله تابعونا راح يكون في قادم يعني نبي السبعينات. متى عرض السبعينات؟ حضرته؟ خطير. سبعينات ولا ثمانينات؟ الثمانينات. الحضور كنت آخر 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 عرض. آخر عرض. ورحمة الله عليك. كان الشيخ صباح الأحمد موجود صح عدل. الشيخ صباح كان موجود وكان حاضر هذا العرض. فكان جميل. عرض جميل. ما ينعاد هذا العرض ولا؟ بلى إن شاء الله. دائما إحنا يعني في تواصل مع الجمهور بتوجيهات القيادة، دائما نشوف إنه شنو العروض اللي غالبا تكون مطلوبة أكثر. لأن أنت في عندك زوار برا الكويت، في ناس تبي تكرر، في ناس تحضر العرض مرة ومرتين. نعم. ودي أيضا أنتقل إلى المهندسة إيمان وتكلمينا عن الشرايح اليوم تجتمعون فيها أو اللي مهتمين فيها الأطفال الكبار منهم. احنا عندنا بالمركز نهتم ونحرص ان احنا ننوع في الفعاليات وبالفئات العمريه اللي نستهدفها. احنا عندنا فعاليات تستهدف من عمر السنتين للاطفال، تكون فعاليات عالميه غنائيه هادفه، وعندنا ايضا قمنا فعاليه بالفتره الماضيه كانت فعاليه للاطفال من عمر 6 سنين، فعاليه علميه اللي هي Ministry of Science 6 سنين وفوق، وبالإضافة إلى الفعاليات الثقافية الموسيقية الغنائية اللي نقدمها للشباب ووصولا إلى كبار السن يعني ولقينا استحسان وقبول كبير وايد عليها. يا سلام. ونحرص إحنا إن إحنا ننوع بين الفعاليات تكون ثقافية حوارية وأدبية وفعاليات موسيقية غنائية. سواء كنا نستضيف مغنيين وموسيقيين عرب وخليجيين وايضا الفرق العالميه والموسيقيين العالميين. وهذا الاصل اللي في المركز انه يكون في تنوع ما بين كل الشرائح ونستهدف كل الناس اللي يبون هذا التنوع. وايضا يعني مهندسه ايمان عفوا مهندسه اماني تكلمينا ايضا عن طريقه الحجز والناس اللي حابين يحجزون اليوم اللي وده يحجز شلون؟ طريقه الحجز حق مركز جابر الثقافي عن طريق الابلكيشن أو التطبيق، تقدرون تدشون صفحة مركز الشيخ جابر في الإنستغرام راح تلقون لينك عدل إيمان راح تلقون لينك، تقدرون تنزلون التطبيق تسوون التسجيل ريجستريشن، وراح يصير في أبديت لما تشغلون نوتيفيكيشن الإشعارات أول ما تنزل الفعاليات يبطلون الحجز على طول راح يصير في نوتيفيكيشن على التليفوني لكم ان ترى في فعاليه قادمه. انا مشترك اعرف له ترى بعدين تنقل كراسي شفت هذا نفس سينما صح. وايضا عن طريق موقعنا تقدرون يعني حتى الجهات المنظمه للفعاليات تقدر تشوف القاعات المتواجده عندنا وتقدر تحجز لفعاليتها، وعندنا فريق متخصص ممكن انه يكون معاهم من بدايه تنظيم الفعاليه يكون معاهم باختيار القاعه الين متطلبات الفعالية والانتهاء منها متطلباتهم ومحتياجاتهم حق أي فعالية يبونها. ممتاز. كلمة أخيرة منك. أبي أشكركم أول على حسن الضيافة وأشكر تلفزيون الكويت على هذا اللقاء الجميل، وأدعو الجمهور الكريم إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في مركز شيخ جابر لآخر الأحداث والآخر الفعاليات إن شاء الله. إن شاء الله. وفي نقطة ودنا ننوه عليها، يعني أنا ودي أن كل الجمهور مركز جابر المميز رواد مركز جابر المميزين أدعوهم إلى أنهم يلتزمون في الوقت. إحنا عندنا تايم حق البداية الفعاليات قبلها ب10 دقائق الأبواب تغلق، فودنا أن الناس يعني تحضر تشوف الإيفنت كامل تشوف الحفلة كاملة ما نقدر ندخل أحد إلا في الوقت المحدد بالضبط. والنقطة الثانية اللي هو الالتزام بالزي المناسب زي عند حضورهم لمركز شيخ جابر. شباب قطر عقال والنساء يعني لبس محتشم لبس مناسب يعني ما نقول لبس رسمي لأن في اللي يلبسون بنطرون وجاكيت اللي هو سمارت جاك اللي هو كذي يعني لا يصير يعني مناسب للمكان. صحيح. هذا أهم شيء. لا شك. ويعني لكل أكيد مكان أنظمته وقوانينه يجب الالتزام فيها في حال رغبتكم بزيارة هذا المركز. وأنا أيضا بضيف كلمة أخيرة لزملائكم اليوم ولكل العامل اليوم في الديوان الأميري وللطاقات الشبابية اللي موجودة هناك، يعني جهود كبيرة قاعد تقومون فيها مو بس في مركز جابر، في عبد الله السالم وفي قصر السلام وفي الشهيد وفي وين وايد مراكز كلكم يعني قواكم الله وأعمالكم جدا مميزة وجهودكم كلها بارزة وواضحة. ولذا رحنا مكان والله نفتخر ونستانس ونفرح إذا زرنا هذا المكان ما دام في هذه الطاقات الشابة. حابين تقولون شيء بعد؟ شكرا. حياكم الله.
نورتونا وشرفتونا في برنامج صباح الخير. وانتم بعد تشرفونا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نطلع فاصل كذي. نطلع فاصل؟ ايه عشان نختم بعدين. يلا فاصل وعدين.